حبيبتي وحشتني وحشتني حبيبة ويسو مامي أمورة ويسو مامي حبيبة ويسو يا روح قلبي يا حبيبي وحشتني معقولة يا ماما تيجي من الخليج كده على غفلة حبيت أعملها لك مفاجأة أجمل مفاجأة يا روح قلبي طب يا حبيبي هطلع بقى أغير هدومي أخد شاور أنزل لك على طول أوكي روح ماما بقولك إيه ما تيجي نروح نتعشى نتعشى إيه ده إحنا الفجر نفطر أنا مش جعانة أنا جعانة يا ماما وقاعد هنا لوحدي يا ماما لسه فاكر إنك عايش لوحدك ده اللي قدك اتجوزه وخلفه من زمان يا دي الجواز يا ماما انا 200 مره قلت لك مش هتجوز ما تتعبيش نفسك يلا يا ماما انا هموت من الجوع بقى يلا بينا بقى بس يلا بقى خلصي واخرجي انت هتتقطعي النهارده مين ده ماما ده عم عبده البواب سلمت النظر انا مش بتكلم على عم عبده مين الصوت اللي فوق ده الصوت فوق ده سمير سمير مش قلت لك تبعد عن سمير الزفت ده ماما ده سمير ده حد محترم وما بيسيبش فرد وكمان ده متجوز ملوش في الكلام الفاضي ده مفيش عندك جلابيه يا عويس سبحان الله شفت الراجل ظلمناه ازاي او عايز جلابيه عشان يلحق يصلي الفجر اصل شاكي بتستحمى ومش لاقي حاجه تطلع بيها من الحمام اكيد بيكلم حد في التليفون اسمه شاكي اديتها بورنو صمك بس طلع مش مقاسك يعني يرضيكي تخرج من الحمام عريانه يا ماما ما ينفعش